اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا. وقبل ما نطلع فاصل يا كباتن، كنا بنقول ماذا يفعل الاهلي في المغرب وماذا يفعل الوداد في المغرب؟ الوضع هيبقى عامل ازاي هو في كابتن لو بعيد برضو هاجي لطريقه اللعب، بس اهم حاجه برضو يا كابتن اتكلمنا برضو الحلقه اللي فاتت وحضرتك قلت اهم حاجه ما يدخلش فينا هدف هنا لو حضرتك تفتكر، وحصل يعني للاسف حصل ودخل فينا اهداف. اعتقد هناك مفيش اختلاف على الطريقه. خلاص احنا بنتكلم في الواقع بقى. هناك بقى مفيش اختلاف على الطريقه، مفيش اختلاف على العناصر. اكيد هي العناصر اللي شاركت هنا هي اللي هتشارك هنا، ممكن باستثناء محمد الشناوي. يعني بيتهيألي من وجهه نظري يعني وان كان ايه يعني لو انت مدرب تلعب محمد شنوره تكمل مصطفى شوبير، هو اصلا كان ممكن يلعب المباراه دي يا كابتن. بس هو برضو مستر كولر فكر في ايه، ان الكثافه الهجوميه او الهجمات مش هتبقى كتيره جدا خلاف هناك، فهو حب يريحه. يعني دي برضو معلوماتي، معرفش صح ولا غلط، لان هو كان ممكن جاهز ويقدر هو يلعب. هو اتكلم عشان بالظبط قال لك ان هو حارس المرمى مش كفايه عليه، قال لك هو بتمرن كذا تمرينه بس، اتمرن تدريبات كانت منفرد، انما عشان يبقى مع التيم ما ينفعش ان هو يخش مع التيم مره وان هو يشارك. تمام. لان واللي شجعه كابتن قصدي ان اللي شجعه واداله الجراءه ان يدفع بمصطفى شوبير ان المباراه هنا على ملعبك، ان انت بطبيعه الحال هتبقى في كثافه هجوميه ليك اكتر، او هجمات الوداد كانت هتبقى اقل شويه، فحب يدي ومصطفى كان قدها يعني. وانما هناك اعتقد هيبدا بالشناوي، لان طبعا هيبقى الموضوع مختلف تماما من جانب الوداد. انت هتشوف فريق تاني خالص يا كابتن، بيلعب على ملعبه وسط جمهوره، حاجات كتير جدا بره الملعب هي اللي انا متخوف منها. لكن لو اتكلمنا على النواحي الفنيه، بره الملعب عادي ازاي التحكيم؟ ازاي يا كابتن التحكيم ولا الجمهور؟ الجمهور والتحكيم، وانا بتكلم بالك اذا كنت انت في ملعبك اهوت والراجل بيشتكي من التحكيم، ما بالك برضه ما تبقى رايح الملعب. هي دي النقطه. انما بشكل كبير فنيا الاهلي بيلعب الوداد فنيا، وده اللي بتمنى زي ما قلت في بدايه الحلقه ان مستر كولر ياخد اللعيبه فقط للنواحي الفنيه. يبتدي يتكلم ان الحكم هيبقى ضدنا، يبتدي يتكلم ان انتوا لعيبه كبيره لازم الضغط الجماهيري دي، واغلبهم لعب كتير قوي قدام ضغط جماهيري زي جمهور الوداد هناك، وخصوصا في المغرب بيبقى حاجه مرعبه جدا. فاعتقد لو خدهم للنواحي الفنيه بس احنا احسن كتير من فريق الوداد. الوداد هيعمل تغيير في الخطه ويعمل تغيير في اللعيبه؟ يعني مثلا احنا النهارده شفنا ونجم كان الراجل قعده والراجل زود في نص الملعب، هل ممكن بقى تلاقي ونجم هو اللي بادي الماتش اللي جاي وغير في التكتيك بتاعه؟ بص يا كابتن، هو بيلعب دايما اول حاجه اتكلم عن النادي، بعد كده اتكلم على الوداد. النادي الاهلي هناك لازم يلعب بالطريقه اللي هو معتاد عليها اللي هي 4-3-3، لازم يقفل نص ملعبه، لازم الخطوط تبقى متقاربه من الديفنس ونص الملعب والهجوم، لازم يلعب زون في نص ملعبه، ما يضغطش من قدام، ما يتجرأش انه يضغط من قدام، لان في مشكله كبيره جدا هتقابل على الاهلي، على النادي الاهلي في مشكله كبيره جدا هتقابل النادي الاهلي في الركنيات، في الكرانر، في الفاولات. الكور الثابته كلها خطر النهارده، هم ما استغلوش الكور الثابته. كمان الكور المتحركه ونجم من احسن اللعيبه، وكوره وهي ماشيه بيعملها، فبالتالي لازم في حذر من المدافعين، مهم جدا جدا جدا. لازم واحد بيطلع من المدافعين لازم يبقى فيه ثلاثه تحتيهم الكور الثانيه، مهمه جدا. التحولات السريعه للنادي الاهلي لازم يكون بيرستاو في افضل حالاته، لازم يكون حسين الشحات في افضل حالاته. لو فريق النادي الاهلي كان يعني زي ما عودنا الفتره اللي فاتت بره ملعبه بيلعب بتنظيم دفاعي محترم والخطوط كلها يعني قريبه من بعض واستغلال النص فرصه، اعتقد النادي الاهلي يقدر يكسب الوداد في الوداد. فريق الوداد مش مخيف يا كابتن زي سان داونز، برضه دي نقطه لازم اتكلم فيها. اقوى فريق اعتقد انت لا يعني لو حسبتها الوداد في المتناول، سان داونز صعب ان انت يعني ككوره الوداد في المتناول، بس تخيل الوداد ده قدر يصعد على حساب سان داونز. لا ده عادي، تطبيق ده كوره قصدي يعني، ده ثالث مره كوره. ايوه انا قصدي يعني ثالث مره على حساب سان داونز، خرجوا مرتين قبل كده يعني فريق محترم جدا يقدر يعني. كمان كابتن بركات بيقول لثالث مره، ثالث مره خرج فريق بحجم سان داونز. لكن فريق سان داونز فرقه قويه يا جود يعني انا دايما كانت الناس بتقول نلعب اصل سان داونز عندها مشاكل دفاعيه كبيره جدا، فريق سان داونز دخل بس مش هتحسها قوي لان عندهم الناحيه الهجوميه اسرع. النهارده فريق الوداد اللي تحت الفرود ونص الملعب ما كانوش في احسن حاجه، لكن سان داونز النص الملعب بتاعهم واللي تحت الفراوده سرعه جدا في التحولات، وهي الكره معاهم لا سرعه جدا، سرعه اسرع من لعيبه النادي الاهلي بكتير. المهارات هتبقى موجوده، خد بالك حتى سان داونز وهو بيلعب الوداد هو سجل
سجل والحكم حسب الهدف وبعد كده بس الفار يعني الراجل كان مثلا تقول يعني رباط الجزمه هو اللي كان بالظبط لكن بالنسبه للوداد لا برضه هيلعب شلولي اللي هو الراجل اللي هو كان بيجيب لهم الاجوان الكتير ده بتاع سان داونز جاب جول شلولي ده جامد فبالتالي لا فرقه الوداد بيعتمدوا على سامبو من اللعيبه الجامدين جدا. تخيل يا كابتن احنا ما عندناش مهاجم افريقي في الاهلي او الزمالك زي سامبو ده ما برضو حاجه غريبه جدا لما تتفرج على سامبو محطه قويه جدا. عشان كده بقول لو فرقه الوداد يا جوده ضغطت على لعيبه النادي الاهلي كان لازم يكون في محطه كان لازم ونادينا هنا كتير النادي الاهلي محتاج مهاجم افريقي قوي جدا في الالتحامات محطه كبيره جدا. كان النادي الاهلي فرق معاه المهاجم ده في ماتش زي ده لان لعيبه نص الملعب والفراوده بتاعه الوداد لما بيضغطوا على المدافعين بيعملوا كور طويله وزولا ده راجل في الديفنس بتاع الوداد كل كره طويله بتاعته. فبالتالي اتمنى فوز النادي الاهلي هناك. اتمنى نيجي الحلقه الجايه نبارك للنادي الاهلي. النادي الوداد مش الفريق المخيف اللي النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي يعمل له حساب. احنا كل الحساب ان الماتش هناك بجمهور جمهور الوداد جمهور قوي. فريق الوداد مع اول ربع ساعه مع ضغط الجمهور مع الحكم لازم يكون في عدل من التحكيم ان شاء الله باذن الله في الماتش هناك. اعتقد النادي الاهلي يقدر. هتشوف الوداد بيلعب ايه يعني لو شفته هنا بيلعب 4-5-1 هتشوفه في المغرب بيلعب اونجم هيبدا هو دايما بيبدا في الماتشات بتاعه الوداد في ملعبه يعني. بيلعب اونجم واونجم من اللعيبه الكويسه جدا واونجم عنده من الخبرات الافريقيه بجانب الحسوني النهارده ما كانش في احسن حالاته.